حيث لا بيت يؤويهم ولا سقف يحميهم من الأمطار ويقيهم برد الشتاء. لا يزال آلاف اليمنيين يقبعون تحت أشباه خيام مشردين بسبب تواصل العمليات العسكرية في العديد من محافظات البلاد. نطاق ظاهرة التشرد في اليمن غير السعيد أهله اتسع نطاقها في ظل ظروف قاهرة كالفقر والبطالة التي تزداد مأساوية عاما بعد آخر. بعض المبادرات الشبابية ورغم ظروفها الاقتصادية تحاول زرع ابتسامة ها هنا لدى هذه الشريحة الكبيرة من المشردين. للسنة الثالثة على التوالي خرجنا رغم الظروف القاسية التي تعانيها البلد. قررنا فقط أن نعمل بسمة مهما كانت بسيطة، لكن من أجل أن نزرع الابتسامة ونمنح الأمل في وجوه كل من افتقدها. مبادرة بسمة أمل للمرحلة الثالثة، وهي تأتي متزامنة مع فصل الشتاء، حيث يقيم بعض الأعضاء بتجميع الملابس سواء كان من التجار أو من العائلات أو من الفاعلين الخير، ثم يتم استهداف المناطق المفتوحة والعمائر المفتوحة من المهمشين. ويعيش أغلب هؤلاء المشردين من النازحين في بيوت مهجورة أو مساكن غير صالحة للسكن، ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة اليومية، حيث لا أرقام لهم ضمن قوائم الأمم المتحدة ولا دور رعاية أو مخيمات تؤويهم مع غياب العدالة الاجتماعية في زمن الحرب. وليس التشرد والمجاعة وحدهما ما يهدد آلاف اليمنيين، حيث تتضاعف بحسب منظمة الصحة العالمية أعداد المصابين بالأمراض والأوبئة يوما بعد آخر نتيجة إصرار ميليشيا الحوثي على مواصلة حربها، وبالتالي التسبب بارتفاع أعداد النازحين الذين يقدر أعدادهم بأكثر من 3 ملايين يمني مع الدخول إلى عام 2019، حيث يعتقد أكثرهم أن المستقبل لا يزال قاتما أمامهم لإنهاء معاناتهم الإنسانية التي ترحل معهم للعام الخامس على التوالي.